السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلوا على النبي يا جماعة. المفاجأة بقى اللي أنا شفتها واتصدمت بصراحة، يعني بس الشخصية دي ما عندها، يعني المفروض الواحد ما يتصدمش. ده قتل، يعني هنستنوا إيه منه تاني؟ اتحرش وقتل وضرب وعمل حاجات كتير، يعني عمل كل الجرائم في حاجة واحدة. ويا عالم هو عامل إيه قبل كده؟ إحنا ما نعرفوش إيه عمل إيه قبل كده، وهيعمل تاني، مش ما هيعملش. المفاجأة إن محمد رايح والد مدرسة الثانوي قبل المحترمة، والد الناس المحترمين اللي بيرشوا الناس وعايزين يدفعوا فلوس عشان الناس تسكت، عامل تيك توك. عامل تيك توك وهيطلع يعمل جناية. يعني هو على التيك توك بيقول هعمل في الأرض جناية، فأنت عملتها الجناية خلاص. هو طبعا التيك توك ده عامله يعني من شكله قبل الحادثة دي، فهو كان حاسس انه هيعمل في الارض جنايه. فمبروك عليك الجنايه اللي عملتها، وان شاء الله مش هتطلع منه باذن الله. يعني هتبقى ذكريات الاغنيه دي في ودانك، انت بترقص عليها على التيك توك وبتقول هعمل في الارض جنايه، فديك عملت الجنايه وان شاء الله مش هتعدي منها باذن الله. شوفوا معايا التيك توك بتاع محمد راجح القاتل. وشاكسني في اي حكايه، ومحضر في العرض جنايه، بتقطع من جوايا وما اقولش اللي انا مجروح، مش خايف من الدنيا وشوكه، لو بطل التعبين عفركا هنا فرقه تسمع. شفنا التيك توك اللي عايز يطلع يعمل في الارض جنايه، والحمد لله عملها الجنايه، وان شاء الله برضه مش هيطلع منها. شفتوا الفرق ما بين الاحترام والادب والرجوله، ما بين العيال الهايفي. برضو في صور انا شفته لوالد محمد راجح، ابو محمد راجح مع سكرتير النيابة. دي الصور دي منتشرة على السوشيال ميديا، ف وقف ليه مع سكرتير النيابة وبيشربوا كنز الاثنين وحوارات جانبية في الشارع، والحمد لله يعني ربنا مجند ناس كده. الناس صورتهم ونزل صورهم والصور انتشرت. فيا ريت في النيابه نفسها تفتح تحقيق على الصور دي، واذا كان الشخص ده فعلا سكرتير في النيابه ولا لا، واقف معاه ليه؟ ولده ليه قضيه، وقضيه كبيره مش صغيره. يعني سكرتير النيابه ده لو المفروض يكون عارف ده ان ولده معاه عامل جريمه وكده، يعني يتقي الشبهات. ده حتى لو صاحبه ما يقعدش معاه، يعني لو طلع وقال ده صاحبه كده المفروض ما يقعدش معاه عشان يتقي الشبهات. لكن اللي باين ان هو مش صاحب، يعني لسه في حوار بينهم. فيا ريت تفتح تحقيق في الموضوع ده، يعني يا ريت النيابه ما تسكتش على موضوع الصور دي اللي طلعت ليهم هما الاثنين مع بعض، ونعرفوا بقى كانوا بيتفقوا على ايه؟ على تزوير ايه تاني؟ ما هو في تزوير في البطاقه، وهنشوفوا بقى ايه التزويرات الجديده اللي هتحصل تاني. وبرضه مش هنسكتوا. وبالنسبه لتهديداتكم للناس، محدش بيخاف، احنا مش بنخاف، ومش احنا اللي اشترونا بالفلوس، وفي ناس كتير محترمة ما تبيعش ضميرها بالفلوس ولا مش بتخاف. فان شاء الله زي ما قلتها قبل كده، كلنا محمود البني، كلنا محمود البني، ومش هنسيب حق محمود البني، وكلنا بنطلب الاعدام لراجح، الاعدام لراجح، الاعدام لراجح. مش هنسيب حقك يا محمود يا بني، وان شاء الله ربنا يجعل لك في الارض جنود تدافع عنك، فحقك مش هنسيبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.